رياضية. مشاهدي أوريزون تيفي ما كنتم أهلا ومرحبا بكم إلى عدد جديد من برنامجكم الإخباري زوم سبور والبداية طبعا بالقرعة قرعة الدورة التمهيدي لتصفيات كاس العالم 2022 والذي ستجرى او سيجرى بقطر القرعه افرزت عن المباريات التاليه للاشاره ف 26 منتخب تم اعفائهم من الدور التمهيدي ومنح يعني 14 مباراه يعني 48 منتخب هما اللي غادي يلعبوا هاد 28 منتخب عفوا غادي يلعبوا هاد الدور التمهيدي غادي يخرج منهم 14 منتخب وغنتكلموا بهذه الطريقه باش نحاولوا نوصلوا المعلومه للمتتبع الكريم نعطيو بعدا البرنامج ديال المباريات وبعد ذلك غنفصلوا هذا النظام الجديد ديال كاس العالم 2020 22 واللي غيتجرى كيف قلت بقطر فالمباريات هناك اثيوبيا ليزو ليزوتو هناك الصومال زيمبابوي اريتريا ناميبيا بوروندي تنزانيا جيبوتي إسو اسواتيني أه بوتسوانا مالاوي غامبيا انغولا ليبيريا سيراليون جزر الموريس الموزمبيق ساو غينيا بيساو جنوب السودان غينيا الإستوائية جزر القمر طوغو وتشاد السودان سيشل رواندا هذه هي المباريات اللي غتجرى النظام المتبع او بالنسبه للقاره الافريقي فهو على الشكل التالي حيث ينص على خوض ثلاثه المراحل من اجل الوصول لنهائيات كاس العالم فالدور التمهيدي بمشاركه 28 منتخب غتعطي 14 مواجهه ذهاب واياب في الاخير غيتاهل 14 منتخب للمرحله الثانيه وهي مرحله المجموعات وكيف ما قلت تم اعفاء 26 منتخب من هذا الدور التمهيدي نظرا للتصنيف الدولي الصادر اخيرا عن الفيفا هو 26 منتخب اللي في المراكز الاولى فتم اعفائهم من الدور التمهيدي بعد ذلك تقام 10 ديال المجموعات بمشاركه 40 منتخب وليتاهل بطل كل مجموعه فقط للمرحله الاخيره والحاسمه وسيتم بعد ذلك اجراء قرعه بين المنتخبات العشره المؤهله في مرحلة المجموعات لخوض مباراة مباريات ذهاب وإياب وبعد ذلك تتأهل خمس منتخبات لكأس العالم 2022 والذي سيجرى كما قلت بقطر ونواصل أخبارنا دي المرة بالقرعة العربية حيث تعرفت الأندية المغربية المشاركة في منافسات كأس محمد السادس للأندية الأبطال 2020-2019 على منافسيها في الدور الثاني والثلاثين وعقب وذلك عقب سحب القرعة التي أجريت مساء يوم السبت الماضي بأحد فنادق الرباط وأسفرت القرعة مواجهة قوية بين فريق الوداد الرياضي والمريخ السوداني فيما رجع الرياضي سيواجه هلال القدس الفلسطيني كما افرزت القرعه على المباريات التالية فمن بين المباريات كما قلت أسفرت القرعة المواجهة فريق أولمبيك أسفي المتأهل من المجموعة ألف التي تضم اتحاد طنجة جانب كل من الزورة العراقي وبطل الصومال وكذلك الرفاع البحريني وفيما يلي نتائج القرعة الكاملة المريخ السوداني الوداد الرياضي رجاء الرياضي هلال القدس الفلسطيني أولمبيك أسفي المتأهل من المجموعة ألف القوة الجوية العراقية السلمية الكويتي شباب الأردن الأردن النجم الساحلي التونسي الجيش السوري نواضب الموريطاني الاسماعيلي المصري اهلي بنغازي الليبي النصر العماني الجزيره الاماراتي الوصل الاماراتي الهلال السوداني العربي الكويتي الاتحاد الاسكندري المصري النجم اللبناني الترجي التونسي مولوديه الجزائر ظفار العماني الكويت الكويتي الشرطه العراقي والمتاهل من المجموعه الثانيه سيواجه الشباب السعودي وكذلك شباب قسنطينه الجزائري يواجه المحرق البحريني والعهد اللبناني يواجه اتحاد جدة ونواصل أخبارنا هذه المرة بمحكمة الطاس حيث شرعت محكمة التحكيم الرياضي الطاس صباح اليوم الاثنين بسويسرا في الاستماع لطرفي نهائي دوري أبطال إفريقيا الوداد والترجي التونسي وذلك من أجل الترافع في قضية نهائي دوري أبطال إفريقيا والذي دار في الواحد والثلاثين من مايو الفارط بملعب رادس وعرف توقيف المباراة قبل نهايتها وترأس المحامي رياضة تويتي اللجنة القانونية لفريق الترجي التونسي التي ترافعت أمام الطاس رفقة كل من علي عباس ومحمد الركباني كما عرفت مرافعة الوداد بحضور وفد نادي الاحمر المكون من ثلاث محامين من هيئه تحكيم سويسريه اضافه الى رئيس النادي سعيد الناصري هذا وتم تقسيم المرافعه القانونيه الى حصتين واحده صباحيه تم الاستماع الى المحامي الذي يتراس كل لجنه قانونيه لكل فريق على حده وفي الحصة الثانية طلبت طاس تدخل كل من الحكم حكم المباراة بكري قسم وقائد الترجي التونسي خليل شمام وقائد الوداد الرياضي عبد الطيف نصير عبر الفيديو من أجل سماع شهادتهم في أحداث المباراة يذكر أن لجنة التحكيم الرياضي الطاس حددت الواحد والثلاثين من الشهر كموعدا رسميا للإدلاء بالقرار النهائي بخصوص طعن الترجي والوداد في قرار الكاف والقاضي بإعادة اللقاء بينهما في ملعب محايد وفي انتظار القرار النهائي الذي ستصدره لجنة أو لجنة التحكيم الرياضي الطاس يوم الأربعاء على أقصى تقدير نتمنى التوفيق للفريق المغربي الوداد الرياضي ومن جهة أخرى وعلاقة بالوداد فوز البنزرتي في تصريح لأحد المواقع الإلكترونية أو لأحد المنابر الإعلامية بتونس أكد على أن الأمن كان كما هو مطلوب في تونس أثناء المباراة وهو تلميح من وعلى أنه عاد لأرضه ويمكن أن نتكلم بذلك ولكن كلامه لا يمكن الاخذ به وكان عليه من الافضل التزام الصمت لانه طرف في القضيه وهو يدرب الوداد الرياضي بالامس القريب. نواصل اخبارنا مشاهدي الكرام وهذه المره بجديد الانديه الوطنيه وقبل العوده لفريق الرجاء الرياضي نستمع لجديد سريع واتزم على لسان الناطق الرسمي نور الدين الهشامي ويتكلم عن استعدادات الفريق وكذلك عن ابرز انتدابات النادي بالنسبه للاستعدادات ديال نادي سرع للموسم الرياضي الجديد فهذه الاستعدادات بدات بواحد التربص مدينه واتزم زم اللي دام مده 10 ايام تم فيه استجمع اللاعبين والقيام بفحوصات صح... طبيه وجميع المستلزمات ومن بعد كان هناك تربص بمدينه الدار البيضاء والمشاركه في دوري المجاهد عبد الرحمن اليوسفي جرينا فيه ثلاثه مقابلات ومن بعد كاين المرحله الثالثه من التربص بمنتجع احد الفنادق المغربيه الموجود بنواحي مدينه بوزنيقه عن البحر كيتوفر على جميع المستلزمات الضرورية باش الفريق يقيم واحد هناك ملاعب هناك جميع الأشياء متوفرة حنا الآن في التربص بالنسبة للاعبين من بعد اللاعبين اللي تم اللي انتهت العقود ديالهم وبعد اللاعبين اللي يعني بشكل ودي قمنا بفسخ العقود ديالهم قمنا بجلب بعد اللاعبين هناك محمد الروحي من وداد فاس جنازة زكريا ازود من الفتح الرباطي هناك جوج لاعبين في اطار الشراكه اللي درنا مع اكاديميه محمد السادس لكره القدم هناك جوج لاعبين اللي العمر ديالهم تيتجاوز 18 سنه هما الان مع المجموعه في انتظار ان شاء الله باش نضيفوا لاعبين للمجموعه على حساب الخصاص اللي كاين سي حسن بنعبي جاقين بالعمل ديالو على احسن وجه ونتمنوا خير ان شاء الله في الباقي ديال المقابلات وعلاقة دائما باللاندية الوطنية وجديدة قبل انطلاق الموسم الذي لحد الآن لا زال الغموض يلف بداية هذا الموسم كل يوم نسمع أو نستمع إلى أن هناك تأخير وتأجيل نتمنى ان تنطلق البطوله في وقتها وان لا يتغير فهناك من يقول بانها قد تتاجل الى سبتمبر المقبل وننتقل هذه المره الى اولمبيك اسفي بعد توصله باستقاله من المدرب هشام دميعي الذي غادر الفريق في ظروف غير مفهومه وانقطع التواصل بينه وبين المكتب المسير نشر المكتب المسير للفريق اليوم بلاغ يتكلم فيه على انه توصل باستقاله المدرب هشام دميعي وبذلك سيعقد المكتب المسير للنادي الأولمبي في يوم غد اجتماع من اجل تدارس هذا الموضوع وتعيين مدرب جديد للفريق نستمع للناطق الرسمي للقرش المسفيوي الامر يتعلق بابراهيم فلكي ويتكلم عن هذا الموضوع وصلنا صباح يوم الاثنين برساله عن طريق البريد المضمون من المدرب هشام دميعي تيقول فيها بانه سبب الاستقاله من تدريب فريق اولمبيك ترجع لاسباب شخصيه وعائليه و ولل... للتوضيح ف فالدميعي في غياب تواصل معه خلال هذه المده منذ الاعلان على الخبر وفريق اولمبيك سفي تيجهل اسباب اللي جعلت هشام دميعي يقوم بهذه المبادره وفي غياب التواصل معه بقينا كننتظروا الى حين وصول هذه الرساله والتي ما كيوضحش فيها الاسباب كامله والمكتب المسير برئاسه السي انور البيره كان دائما على تواصل معه خلال جميع العمليات سواء في سنوات المواسم الثلاثه التي قضاها مع فريق اولمبيكاس في كان دائما في تواصل معه سواء فيما يتعلق بانتدابات او بالبرنامج ديال المعسكرات التدريب وحنا تنوضحوا كمسؤولين ديال الفريق بان فريق أولمبيكا كاسافي يشتغل كمؤسسه كمؤسسه وكان عند المكتب المسير لقاء بالامس قبل السفر ديال الفريق الى مدينه اكادير واللي كلفوا المدرب الجسر اللي هو مدرب عنده تصنيف ا الإشراف على تدريب فريق اولمبيكا السفيف خلال المعسكر التدريبي بأكادير الى حين الاجتماع ديال فريق المكتب الموسيقي للفريق اولمبيكا يوم الثلاثاء وغادي يتخذ القرار إما لاستمرار ديال المدرب او انتداب مدرب اخر. ونختم اخبارنا بفريق الرجاء الرياضي حيث كان لنا اتصال باحد فعاليات النادي الاخضر حول موضوع الورفلي هل يبقى في الرجاء ام يغادر واين وصلت المفاوضات مع هذا اللاعب الذي يعتبر من الركائز الاساسيه للفريق الاخضر حيث اكد لنا المصدر على ان الورفلي حتى لا زالت المفاوضات جاريه وعلى ابعد تقدير يوم غد سيتم الحسم في موضوع سند الورفلي الذي يتواجد خارج ارض الوطن حسب نفس المصدر واكد على ان الورفلي عبر في اكثر من مره عن رغبته في مجاراته مجاوره فريق الرجاء الرياضي الا ان ذلك يصطدم بطموح النادي الذي يلعب له طموح طموحه المادي وهو الحاجز الوحيد الذي يبعد الورفلي حتى الان عن القلعه الخضراء مشاهدينا بذلك نكون قد وصلنا الى الفقره الثانيه وهي فقره صوره اليوم صورة اليوم متداولة بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي فمنذ إجراء القرعة في قرعة الأندية قرعة كأس محمد السادس للأندية الأبطال ومواجهة فريق رجاء الرياضي لأحد الأندية الفلسطينية الأمر يتعلق بهلال القدس الفلسطيني نشاهد هذه الصورة تبين بان بحب بعض الشباب الفلسطيني بفريق الرجاء الرياضي وتتمنى ان تشاهد الرجاء ويتواجه ناديها تواجه نادي الرجاء بفلسطين ولطالما كان الحب يجمع بين المغاربه وفلسطين ونتمنى التوفيق ان شاء الله لكل الفرق العربيه في المسابقات القاريه والافريقيه مشاهدينا بذلك نكون قد وصلنا الى نقطه نهايه زوم سبور على امل اللقاء بكم في فرصه قادمه شكرا لزميلي خالد فرحان ولا الكاميرا دمتم في رعايه الله وحفظه الى اللقاء <applause>